فقرة معلومة قانونية في زمن كورونا مع الأستاذ يوسف الفاسي الفهري المحامي بهيئة الدار البيضاء الكبرى. أستاذ الفاسي الفهري أهلا بكم على الأصوات. شكرا لأخ يوسف، تحية لك وتحية للطاقم، تحية للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين الكرام، وأغتنمها فرصة للتعازي بخصوص فاجعة طنجة لذوي الضحايا. إن لله وإنا إليه راجعون. إذن أستاذ فاسي الفهري كما أشرت فسنعود خلال فقرة اليوم لفاجعة الأمس التي وقعت بطنجة بوحدة صناعية وصفت بالسرية بمرآة تحت أرضي بفيلا سكنية وخلف مقتل 28 شخص وإنقاذ 18 آخرين. إذن السؤال هنا، ما هي المسؤوليات المترتبة عن هذه الفاجعة بطبيعة الحال المسؤوليات القانونية؟ نعم الأخ يوسف، شكرا على التساؤل ديالكم. حقيقة هذه فاجعة رزقنا فيها يوم أمس، وتذكرنا بفاجعة ليساس في الدار البيضاء ديال أبريل 2008 بخصوص المعمل الصناعي اللي تحرق ومشات ضحيته 56 شخص في هذه الفاجعة. المقتضيات القانونية أو الإطار القانوني ديال هذه الفاجعة ديال أمس ديال مدينة طنجة، هناك مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالقتل الخطأ، وكذا مقتضيات مدونة الشغل بما فيها المواد 281 من مدونة الشغل المتعلقة بإلزامية رب العمل أنه يحافظ على الصحة والسلامة ديال الأجراء الذين يشتغلون لديه. بالنسبة لصاحب المعمل، وغنتحدثوا كذلك على السلطات المختصة، بالنسبة لصاحب المعمل فالبحث الآن لازال جاريا معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبالتالي ما يمكن لناش نعطي واحد تخمين بخصوص ما ستسفر عنه المتابعات القضائية حتى استكمال إجراءات التحقيق التمهيدي التي تقوم بها الشرطة القضائية وكذلك تحديد المسؤوليات. الآن كنطرحوا مجموعة من علامات الاستفهام حول دور السلطات المحلية اللي في نظري ما قاموش بالدور المنوط بهم، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمعمل سري كما جاء في وسائل الإعلام، لا يتوفر على أدنى ترخيص اللي كيف ما سمعنا في نشرة الأخبار. كيفاش 50 شخص تدخل واحد المنزل يعني سكني يوميا طابق تحت أرضي ديالو بدون علم السلطات؟ إلا كنا كنعرفو حنا يعني خدينا المثال ديال البناء العشوائي، كنشوفو بأن شي واحد إلا دخل غير خنشة ديال السيما لدارو تيوقف عليه المقدم أو الشيخ لمعرفة هل يتوفر على رخصة للبناء أم لا، فما بالكم بأرواح بشرية ذهبت ضحية هذه الفاجعة لعدم التوفر على أدنى شروط الصحة والسلامة. ثانيا مسألة ديال التأمين، عند تحديد المسؤوليات ديال كل طرف يمكن المطالبة بالتعويض الناجم عن هذه الحادثة من قبل ذوي الحقوق، إما في إطار المطالبة بالحق المدني أي في إطار المسطرة الجنحية أو أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الإداري في مواجهة وزارة الداخلية ومجلس مدينة طنجة والجماعة الحضرية إذا تبت بأن توقفوا أو إقالة مرتكبي تلك الأفعال في إطار الفصل 88 من قانون المسطرة المدنية قانون التزامات والعقود. بالنسبة لواحد النقطة مهمة الأخ يوسف خصنا نتحدثوا عليها الآن، هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في التقرير دياله الأخير تحدث على حوادث الشغل وتحدث على ضرورة إنشاء منظومة تشريعية وتنظيمية جبائية وإدارية تتأخذ بعين الاعتبار هذه النوعية من المقاولات، وكذلك الذين يشتغلون في القطاعات الغير مهيكلة. كذلك تحدث على عدم توافق مجموعة من المساطر التي تشكل واحد العائق مهم في الوصول إلى حلول ناجعة وتطبيق صارم للقانون، لأننا كنشوفوا بأن ما يؤدي إلى إحداث هذه المعامل السرية هو التهرب الجبائي، هو التهرب من أداء المستحقات الناجمة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غير ذلك. كذلك نبغي نذكر كذلك باللجنة الوزارية التي تم إنشاؤها بناء على تعليمات ملكية سامية بعد الفاجعة اللي تحدثنا عليها ديال حريق معمل ليساس في الدار البيضاء وعرفت 56 قتيل في أبريل 2008، كانت كطالب هذه اللجنة بمسألتين اثنتين. أولا
إنشاء واحد القانون إطار يتعلق بشروط الصحة والسلامة في الشغل، وثانيا إنشاء مؤسسة وطنية لتدبير شروط العيش داخل مقر العمل. تقرير اللجنة أو تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأخير اللي صدر في 2020 جاء باش يذكر بهذه اللجنة الوزارية، وقال بالحرف بأن هذا القانون لم يخرج بعد الوجود من 2008. لا. ثانيا قال بأن هذه المؤسسة الوطنية اللي كانت من المفروض أنها تنشأ لم تتمكن من ممارسة دورها لانعدام توفر الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية. إذن هذا هو بيت القصيد الأخ يوسف. من خلال تساؤل ديال اليوم، احنا كنحصيو الضحايا ديالنا، الشعب المغربي كيحصي الضحايا ديالو، ولكن منين كيتعطاو تعليمات ملكية سامية في هذا الإطار ديال هذه الفاجعة بحال ديال 2008 وديال طنجة ديال البارح، خاص كل واحد ياخذ من المنصب ديالو، خاصو يتحمل المسؤوليات ديالو ويتحاسب على وعلاش الظروف التي جعلت ان هذه اللجنه لم تنشا، وجعل هذا القانون الاطار مازال ما خرجش الوجود من بعد من 14 سنه. اذا هادو هما اللي غيمكنوا غدا من اننا نزيدوا لقدام وما نبقاوش نسمعوا بحال هذه الفاجعات اللي كتطرح فيها يعني الاسر المكلومه في الضحايا ديالها والشعب المغربي قاطبه. وهذا ما يمكننا نقوله بالنسبه للتساؤل ديال اليوم الاخ يوسف. شكرا لك استاذ الفاسيه الفهري على كل هذه المعلومات وهذه المعطيات بخصوص سؤال اليوم. نلتقي ان شاء الله غدا في تساؤل جديد ضمن فقره معلومه قانونيه في زمن كورونا. استاذ فاسي الفهري، مرحبا.